شاء الله تبقى بطولة جيدة. اتفضل كابتن. زي ما كابتن خالد قال، هم 21 فريق، المجموعه الاولى 6 فرق، المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه كل مجموعه 5 فرق. يشرفنا يكون موجود معانا ل نحدد المجموعه الاولى اللي هي المجموعه ايه. نتشرف بسياده سفير اسبانيا يكون موجود معانا على المنصه، وسعاده السفير عمرو الحناوي، وسعادة السفير سيف الغسال رئيس الجامعة العربية برضه يكون موجود معانا لإجراء القرعة للمجموعة الأولى. المجموعة الأولى 6 فرق، وهناخد المجموعة كلها، يعني هنسحب 6 كور هيبقوا هي دي المجموعة الأولى. اتفضل. أيوة. المجموعة الأولى أول فريق المنتخب الإيطالي أو سفارة إيطاليا. بليز. سيبنا. تطلع فرقتنا يا باشا. الفريق الثاني سفارة الأرجنتين. تاني ولا ايه؟ اتفضل. خلاص يا مان. برازيل. السفارة الثالثة والفريق التالي البرازيل، شكلها مجموعة الموت. ايطاليا الارجنتين البرازيل. اوعى تطلع مصر. كمل انت بقى. كمل انت بقى. كمل. استراليا. الفريق الرابع استراليا، يبقى المجموعة الأولى إيطاليا، أرجنتين، برازيل، استراليا. ناقص فريقين كمان. شكلها ألمانيا. لا لا فيتنام. جود لك. فيلها تاني. ايطاليا، ارجنتين، برازيل، استراليا، فيتنام. الفريق الاخير في المجموعه الاولى سبين. كمل. دي مجموعه الموت فعلا. المجموعه الاولى 6 فرق، ايطاليا، ارجنتين، برازيل، استراليا، فيتنام، واسبانيا. شكرا لحضراتكم. شكرا. شكرا. كمل. المجموعة بين 5 فرق هيقدموا معانا ايطاليا، الارجنتين، ايطاليا. سيادة السفير سفير الارجنتين وايطاليا. ايطاليا ايطاليا. وسعادة السفير الايطالي سفارة الايطالية. ممثل عن سيادة السفير الإيطالي يكون موجود معنا أو موجودة معنا. اتفضلي. المجموعة الثانية 5 فرق، هناخد 5 كرات ونشوف مين السفارات الموجودة في المجموعة الثانية. اتفضل. بليز. كندا. أول فريق في المجموعة الثانية كندا. الفريق الثاني في المجموعة الثانية أمريكا. USA. كندا وأمريكا ديربي. الفريق الثالث في المجموعة الثانية. اوكي. سويسرا. سويسرا. سويسرلاند. سويسرا. مجموعة كندا، USA وسويسرا. الفريق الرابع في المجموعة الثانية ماليزيا. ماليزيا.
الفريق الرابع. في المجموعة الثانية يبقى كندا، USA، سويسرا، وماليزيا. آخر فريق في المجموعة الثانية. أوكي. مصر. عايزين ايه طيب؟ فرنسا. 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 يبقى المجموعة الجروب بي الفريق الكندي الأمريكي والسويسري والماليزي والمنتخب الفرنسي أو السفارة الفرنسية، برضو مجموعة لا بأس بها. نتحول للمجموعة الثالثة، أيضا خمس فرق، يكون معانا سفير كازاخستان وسفير فيتنام. تفضلوا معانا لإجراء قرعة المجموعة الثالثة. نسمي بليز. هلو. اول فريق في المجموعه سي يوكي، انجلترا. انجلترا يوكي، فريق الانجليزي على راس المجموعه الثالثه. ثانك يو بليز. الفريق الثاني في المجموعة سي جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية، ده أعتقد الفائز بالبطولة السنة اللي فاتت. لا مش هو، مصر. طب أنا آسف، معلش. يكسبوا السنة دي. ده جامعة الدول في المجموعة سي بعد المنتخب الإنجليزي أو السفارة الإنجليزية. الفريق الثالث. Thank you. إنديا. إنديا، الهند. الفريق الثالث في المجموعة سي، عندنا يوكي وجامعة الدول والهند. الفريق الرابع في المجموعة سي. يلا وزارة الخارجية المصرية. ايجيبت، مصر، وزارة الخارجية المصرية. مصر في مجموعة يوكي وجامعة الدول والهند. فريق الأخير في المجموعة سي. Thank you. Thank you. Deutschland. Germany. ده يبقى كده اكتملت المجموعة الثالثة. Thank you sir. Thank you. المجموعة الثالثة UK، جامعة الدول، إنديا، مصر، وألمانيا. سفير المانيا ومنتخب مرتكي. نيجي لاخر مجموعه، المجموعه دي برضو خمس فرق. يشرفنا يكون موجود معانا سعاده السفير الالماني والمهندس خالد مرتجي، يشرفونا. هم خمس كور. خمسه. طب خلاص. الفريق الاول في اخر مجموعه، المجموعه دي ساحل العاج، كوت ديفوار. كوت ديفوار، ساحل العاج، اول فرق المجموعه دي. فريق ساحل العاج او سفاره ساحل العاج، اول فرق المجموعه دي. الفريق الثاني في المجموعه الاخيره. اي خدمه. روسيا. هم خمسه. روسيا. ده الفريق او سفارة روسيا في اخر مجموعة مع كوت ديفوار. الفريق الثالث اليابان. اليابان الفريق الثالث في المجموعة الاخيرة. يبقى المجموعة الاخيرة لغاية دلوقتي ساحل العاج، روسيا، اليابان، برضو مجموعة قوية جدا. الفريق الرابع في المجموعة الأخيرة. سلام هندسة. الأمم المتحدة. الأمم المتحدة UN. ده الفريق الرابع في الجروب دي. آخر فرق المجموعة أو آخر فريق في المجموعة دي. لا كازاخستان.
كازاخستان اخر فريق في المجموعه دي. يبقى كده اكتملت معانا كل المجموعات. ثانك يو سير فيل دانك تانكشن ثانك يو. اكتملت الفرق المجموعه الاولى اعتقد دي اقوى مجموعه المجموعه الجروب A. ايطاليا ارجنتين برازيل استراليا فيتنام اسبانيا. المجموعه B كندا يو اس اي سويسرا ماليزيا وفرنسا. المجموعه C يو كي جامعه الدول الهند مصر والمانيا. واخر مجموعه المجموعه دي ساحل العاج روسيا اليابان يو ان وكازاخستان. نتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما تعودنا كل سنه يكون محفل يضم كل السفارات على خير وبسلام. ونتمنى طبعا التوفيق للجميع وان شاء الله باذن الله من يكون الاحسن هو ان شاء الله يكون الفايز. بشكركم جميعا. كابتن خالد بشكرك على وجودك معنا النهارده وان شاء الله بالتوفيق للناس كلها. شكرا ليك كابتن هاني وبشكركم طبعا داخل النادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله تبقى بطوله جيده ونستمتع بها كلنا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.